السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معكم الكابتن راضي عصمت قناة راضي عصمت راضي تي في. اليوم جايكم فيديو كمان بهم الرجال والسيدات، تمارين لشد الأرداف، أربع تمارين فقط مارسها يوميا بحيث أن تلتزم بهذه الأربع تمارين يوميا بدون راحة يوميا. إذا أنت كمان فاضي تروح عن النادي. التمارين كالتالي: التمرين الأول تمرين معروف اللي هو السكوات هالشكل هكذا. طبعا بحاول ما انزل على كل كلمه مشان ما يجيبوا لك كلمه بدقي، عشان احافظ على مستوى ظهري سيري. بنزل بهالشكل بطل بطلع بسرعه، بنزل بطل بطلع بسرعه، مع 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 محافظه على الشهيق والزفير. شهيق اثناء النزول، زفير اثناء الطلوع. بنتي ما عجبها التمرين ابدا، ولا عجبها هو ولا عجبها شيء. طيب هذا التمرين الاول. التمرين الثاني هو اللانجز، اللي هي تمرين غرز الركبه بهالشكل. صارنا تمرينين، تمرين اول سكوات بنعيده 15 مرة ثلاث سيتات، 15 مرة 15 مرة 15 مرة، وتمرين كمان اللانجز تمرين غرز الركبة ثلاث سيتات 15 مرة 15 مرة 15 مرة. التمرين الثالث تستند على اي خيط عندي بالبيت بهالشكل لما خلف. ها هاي دنبول، هاي قد نابي، هاي لولية أقدر عنها، طلع أقدر لولية. التمرين الأخير أنا جهزت له الأرداف وتقوية أرداف، شد عضلات الأرداف شد يعني. نعم بناخذ هالجي أول شيء، بنزل سكوات وبطلع نطاط قدام، بعدين برجع سكوات نطاط قدام من هالجهة، سكوات نطاط قدام سكوات جامب للامام. اذا هذول اربع تمارين بضمن لكم تمارسون بالبيت يوميا راح يصير عندكم ارجل وقوام حلوه. شكرا، معكم كابتن راضي وبنتي المشاكسه المشاغبه القادره لوليا راضي عصمت حجبكور. تحياتي.